هذا الاكستيريور تكسب نتيجه ايجابيه مالغري ما قمعناش. ان شاء الله راح نخدموا السمانه هذه باش نكتفيو في الماتش تاعين دفله ونخرجوا من ما نقولوش باساج جافيد مي لي ريزلت نيجاتيف. المهام راح تكون صعيبه خاصه بني تمور ربحوا اليوم في عين الدفله. سير حاجه ما سهله خويا العزيز، حنا راح نديروا كلش وراح نخدموا وان شاء الله في 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 لافان تاع العام ان شاء الله نفرح. كلمه للانصار كلمه واش راح نقول لهم؟ نقول لهم ان شاء الله راح نديروا كلش باش نفرحوهم ونقول لهم يعاونونا وشفنا المدرجات الشاغره اللي ماتش اللي فاتوا ان شاء الله يجوا يعاونونا ونديروا كاع اللي علينا. كانت مباراه صعيبه بزاف علينا احنا كلاعبين على السيتياسيون اللي عايشينها، سيتياسيون شنو حال عايشين اللي عايش في الاتحاد الاولمبي، الاتحاد الاولمبي كيراه يكون مباراه تاع اليوم. مباراه تاع اليوم كانت صعيبه بزاف، كانت صعيبه على السيتياسيون اللي عايشينها، سيتياسيون ماشي تشرف فيها كاتحاد الوليد احنا كلاعبين شبان انا لعبوا حراره على ليكيب وحسبي الله نعم الوكيل كاش ما دار فينا هضره ولا احنا نجيو كاع ولا تيميليا وما يخفى لكش كيف تاع شباب الكبير مكلاسين الدوانا وراهم يلعبوا على الصعود مي احنا المشاكل اللي خلاتنا رانا في هذا الكلاسمون رانا هكا والحمد لله ان شاء الله نطلب من الجمهور الوقف مع اتحاد الوليد والسلطات ان شاء الله يعاونونا يعطونا اعانات ماديه وان شاء الله لمانا نروحوا نديروا حاجه وان شاء الله بربي يجوا السلطات وكاع سكان مدينه بويد يشوفوا الحاله اللي فيها. الحمد لله طاحوا معنا الجوار هكا وش نقول لكم نشكر كاع الجمهور وان شاء الله يوقف معنا حتى الدقيقه الاخيره في البطوله وان شاء الله الموسم الجديد يوقفوا على ليكيب صحنا معمولا ما كانوش الجمهور وكلش ما راهوش على كل حال سي با ان ريزولتا نيجاتيف كومين. جبنا نقطه، اتحاد بليده كان منظم صفوف الخلفيه راتينا دي زوكازيون بيان سور هذاك هو الشيء اللي خلانا ما نفوزوش. شيخ شباب الابيار نجم نقولوا التعثر امام تيغنيا في لقاء الكاس اثر اليوم شو؟ لا احنا والله غير مقابله الكاس كانت مقابله يعني جدو عاديه ما ربحنا يعني كانت ما شاء الله ما خسرنا نورمال يعني الكاس ما راهيش اوبجيكتيف تاعنا احنا دونك نورمال عادي. وبخصوص البطوله خاصه فريق شباب الزاويه فاز اليوم ام تي سمسيت واش تنقل؟ البطوله مازالها طويله ويعني واللعب مازال مفتوح والنقاط مازالهم يعني كاينين الفريق اللي يقدر يطم اعلى درجات تاع النقاط بصحته. كلمه لجمهور شباب الابيار. على كل حال نبدا ب ضيافة تاع لسان بي فريق كبير ما شاء الله عليه، ضيافة كانت في المستوى كلش كان يعني منظم ما شاء الله وان شاء الله ان شاء الله شبيك الابيار. على كل حال كانت مباراة مليحة، اكو تعرفوا بليدة ماشي فريق صغير اللي باش تجوز مباراة سهلة، كان خاص الجمهور في هذه المباراة يعني الجمهور دائما يزيد طعم اخر المباراة. بلا كانت قادر تكون مليحه اكثر من هكا الحمد لله يعني احنا دينا نقطه منا مصطاد ما خسرناش مباراه ضد فريق القلب واش تنتم؟ ما عندي ما نقدر نقول انا دوك راني في فريق واحد اخر كما يقولوا في كل ايكيب تقدر تمد شغل واش تقدر فريق القلب يبقى فريق القلب ونتمنى له ان شاء الله الصعود في المواسم القادمه ان شاء الله يقفوا معاه الرجال وهذه بخصوص فريق شباب الابيار مازالوا ما تصدر واش نجم تقول خاصه ان الوصيف اليوم فاز في تيسمسيلت مع تيسمسيلت فهم هما مازالوا لي ماتش حنا رانا جيست في الالي انا لاعبين اليوم ترزيه ماتش مازال بزاف لي ماتش مازال روتور مازالوا حنا ان شاء الله نبروغريسيو ماتش بار ماتش ان شاء الله نصعدوا حنايا ان شاء الله.